إسرائيل اللعينة، ماذا تفعل في بيت المقدس؟ في مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر، ماذا تفعل؟ وحكام العرب الذين لا رجولة لهم يرون الأخوات يقتل برصاص اليهود وهم ساكتون، خذلهم الله في الدنيا والآخرة. نساء الآن، أطفال يقتلون في بيت المقدس، عندكم الأسلحة والطائرات والدبابات، دول عربية كلها عندها وكل يوم تشتري الأسلحة المتطورة، تشتريها لمن؟ إما لشعوبها لقمعها، وإما لدول إسلامية مثلها لتهلك بعضها بعضا وتدمر بعضها بعضا، والمستفيد في الأخير والنهاية هو من؟ هو هؤلاء الصهاينة وهؤلاء الغرب